يعني هو على هذا الأساس سمى. لما تلاقي هاي الخلية يا عمي قول هوجكن، ما لقيت هاي الخلية قول نون هوجكن، عشان الرد شتنبرغ سيل مش موجودة. عرفتوا ليش هيك سماها؟ خلوني هون أضحككم. أنا كان في عنا هيك طباشير، فأنا وبيبي أحمد قلت له أرسم وأنا هرسمك، أوكي؟ فأنا على أساس رسمته على الحائط إحنا أو على الباب الحديد تبعت المطبخ، فقعدنا بنرسم. فأنا رسمت بيبي أحمد عيونه كتير كبيرة، رسمتها ورموش وهيك على أساس إنه هو كتير حلو. بعد ما خلصنا الرسمة شو عمل؟ قلت له أحمد حبيبي شو رأيك رسمتك؟ فهو صفن على الرسمة اللي دقيقة دقيقة، أنا راح أحكي عراقي، اللي دقيقة دقيقة هاي شنو؟ قلت له حبيبي رسمتك حلوة الرسمة؟ قال لي دقيقة أكو هاي الرسمة مالتك، الرسمة مالتك شبه حيوان، بس خل أتذكر هذا يا حيوان أنت راسمته. قلت له لا يا حبيبي لا 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 لا، أنا ما راسمة أي حيوان، أنا راسمتك حبيبي وأنت حلو، أنت مو حيوان. قال لي لا 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 والله أنت هاي راسمتني نفس حيوان، بس خليني أتذكر شنو هذا الحيوان. أنا ظليت أقول لا والله أحمد أنت مو حيوان. قال لي دقيقة أنت راسمتني نفس حيوان البومة، انا قصدش انه انا حيوان. قلت له لا حبيبي والله انت مو حيوان، انت كلش حلو. طبعا راح اشتكي علي للعيله كلها، قال لهم تعالوا تعالوا منال بترسمني زي الحيوانات، قصدها انه انا حيوان راس معيون كبيره زي الحيوان. فدايما تذكروا انه هاي زي عيون البومه، هيك بتكون عيون البومه كبيره. انا صراحه بشوف انه عيون البومه حلوه. المهم فعشان هيك رسمت عيونه كبيره. هو زعل قال ترسمني زي الحيوانات، بيقول لي قصدك أنا حيوان. قلت له لا حبيبي انت مو حيوان. قال لا 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 انا اعرف، يعني انا اعرف انت قاعد ترسميني هيك على الباب على مود تقولين احمد حيوان. قلت له لا حبيبي احمد مو حيوان.